كنا خارجين من واحد المناسبة عائلية وتبلغنا واحد الاتصال بأنه واحد السيد تسلق من الضفة الجانبية نتاع الكلينيك و طلع في الرافعة. منين جينا لقينا الوقاية المدنية والشرطة اللي قاموا بالواجب نتاعهم على أحسن ما يرام، بحيث أن عناصر من الشرطة طلعت في السطح نتاع المبنى ومشاو الرافعة ونزلوا داك السيد اللي كان مسكين في حالة نفسية، كان تيطالب بلا كارت ناسيونال وكان في حالة نفسية حرجة، وصافي نزلوه رجال الوقاية المدنية وطلعوا في لافواتور نتاع ابارامون كان تيطالب غير بابسط الحقوق، قال لك بغى لا كارت ناسيونال، هو مر من ظروف نفسية صعبة، قال لك تخلى عليه الوالد نتاعو وكان مخلوع، فاش نزل كان 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 مخلوع بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.